مدينة ورجعنا لكم مرة تانية، والحقيقة زي ما قلت لحضراتكم احنا في هذه الأيام في وضع مهم جدا، فطبعا كل الجهود وكل الوزارات بتتكاتف انها تحاول تسهل أمور كتيرة جدا للمواطنين، بتحاول تعمل تدابير وتحاول تعمل مبادرات جميلة جدا لكي تخفف يعني الأحمال على المواطنين. وطبعا احنا دايما بنشكر الجهودات اللي بتقوم بها الحكومة والوزارات، طبعا زي احنا معانا يعني الخبر اللي معانا ان طبعا في اطار هذه التدابير وهذه الاحتياطات الوقائيه بحافظ على صحه المواطنين، طبعا اصدرت وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عده مبادرات تؤكد من خلالها ان الاولويه لصحه وخدمه المواطن المصري. وتفاصيل اكتر معانا على الهاتف سياده الوزير الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صباح الخير سياده الوزير. اهلا بحضرتك يا فندم. صباح النور. اهلا بحضرتك. الحقيقه طبعا احنا شاكرين يعني جهود حضرتك وجهود الوزاره طبعا انها بتقوم ببعض المهام الجميله انها بتخفف على المواطنين، فحابين معلش احنا عارفين ان في بعض المبادرات حضرتك والوزاره قمتوا بيها، حابين بس نعرف ناخد فكره هل يعني عن الزياده المجانيه لسعه التحميل برضو علشان نوضحها لمشاهدينا. حاضر. هو احنا بالفعل وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات اتخذت مجموعه من المبادرات والبرامج بهدف التخفيف على المواطنين وعلى وطأة هذه الازمه، وايضا تحفيز المواطنين على البقاء في المنزل اطول فترات ممكنه، وطبعا مسانده ابنائنا الطلبه في تحصيل دروسهم ومتابعة محاضراتهم من خلال وسائل التعليم الرقمية. أول هذه المبادرات كما أشارت سيادتك هي إضافة 20% سعة تحميل إضافية على كل باقات الإنترنت الثابت هذا الشهر. الهدف من هذه المبادرة زي ما قلت هو إن احنا نشجع المواطنين على المكوث في منازلهم فترات أطول وتصفح الإنترنت خلال فترات الإقامة المستطالة في المنزل دون خوف من نفاذ الباقات من جراء الاستخدام أطول مما هو معتاد. طيب يا سيدي اتفضل. أيضا هناك مبادرة أخرى لتشجيع السداد الإلكتروني وتجنب استخدام أوراق النقد، لأن أوراق النقد زي ما سيادتك عارف أحد الوسائط التي تنقل العدوى، ولذا أعلنا عن برنامج لتشجيع الدفع الرقمي من خلال منح من يدفع أو من يشتري دقائق أو وحدات بوسيلة دفع رقمي منحه 30 ضعف ما يشتراه. يعني لو واحد اشترى 10 دقائق ودفع وسيله دفع رقميه هيحصل على 300 دقيقه زياده. ايضا لابنائنا الطلبه قررنا انه الدخول على كل المواقع التي تحددها وزارتي التربيه والتعليم والتعليم العالي والتي تحوي محتوى دراسي وعلمي يكون بالمجان، بمعنى أن الطالب إذا دخل على أحد هذه المواقع لن يحسب ذلك ضمن الباقة التي هو مشترك بها، يعني ما بيتحملش على الإنترنت اللي معمول بالضبط يعني. تمام. أيضا للتخفيف على أسباب المعاشات تجنب التكدس في مكاتب البريد التي تصرف المعاشات، قررت زيادة عدد المكاتب التي يظل العمل بها مستمر حتى السادسة مساء من 350 مكتب إلى 2000 مكتب. ألو؟ أيوه. أيوه سيادة الوزير. طيب احنا حابين برضو حضرتك توضح لنا ان طبعا ترتيب مصر دلوقتي يعني صعد جامد جدا في يعني تصنيف بخصوص سرعه الانترنت، برضو حضرتك حابين يعني توضح لمشاهدينا هذا الخبر الجميل. يعني بالفعل يا فندم احنا بدانا سنه 2019 في خطه لزياده متوسطات سرعه الانترنت الثابت. في يناير 2019 كان متوسط سرعة الإنترنت الثابت 5.6، وكان ترتيب مصر
الدولة رقم 40 من بين 43 دولة على مستوى إفريقيا. خلال عام 2019 استثمرنا مليار و600 مليون دولار لشراء معدات وتركيب شبكة توابل من الألياف الضوئية. النهاردة آخر تسريبات من شركة أوكلا التي تجري هذه القياسات بشكل شهري. مصر حطت من بين 73 دولة على مستوى افريقيا، وبلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت 30 ميجا بت ثانية. بمعنى أنه زيادة بلغت حوالي 6 أضعاف. مطلوب من السادة المواطنين أنهم يتأكدوا أنهم يحصلوا على أكثر سرعة يمكن أن يحصلوا عليها من خلال الاتصال بالشركة التي التابعين ليها يعني يشتركون بها. التأكد من الراوتر الموجود هو الطراز الذي يدعم هذه السرعة ويمنح. تمام، يعني حضرتك أوضحت أن السرعة هتزيد على كل الـ الإنترنت الأرضي يعني بلا استثناء. بلا استثناء، بس هتزيد بنسب متفاوتة حسب جودة الخط وحسب قرب المنزل من الوحدة أو الحي الموجودة في الشارع، حسب نوع الراوتر، تركيب الداخلي لشبكة. تمام، يعني زي ما حضرتك اوضحت ان هو يعني هو بس لو في اي مشكله هتبقى مشكله يعني حسب الراوتر او الوصله او حسب الشركه التابعه لها، يعني ابتدي اتعامل معاها يعني. الو، ايوه، انا مش سامع حضرتك. بقول لحضرتك يعني زي ما حضرتك اوضحت ان كل السرعه يعني هتزيد، ولكن لو حصل اي مشكله بتبقى مشكله من الخط التابع ليه او الشركه اللي تابع ليها او حاجه، فممكن بقى هم يعني يتواصل معاهم يشوف العيب من ايه ويحاول يصلحه يعني. بالظبط. يعني في الاول وفي الاخر سياده الوزير، طبعا احنا بنشكر المجهود اللي حضرتك قمت بيه، وطبعا بنشكر يعني المجهودات اللي احنا دايما شايفينها على ارض الواقع، ودايما بنقول ان الحكومه واقفه والوزارات كلها واقفه في صف المواطنين، واحنا طبعا بنشكركم في الاول وفي الاخر. اشكرك، ان شاء الله مصر هتخرج من هذه المحنه اقوى واكبر واحسن باذن الله بفضل كل اولادها ومجهود وعمل كل فرد من يا رب ان شاء الله، وكل الخير لمصر الفتره اللي جايه، والازمه دي تعدي على خير ان شاء الله سياده الوزير. باذن الله. أنا بشكرك جدا سيادة الوزير الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم سمعتوا مشاهدينا، يعني هيتم زيادة الانترنت المنزلي على كل الخطوط الأرضية، ولو في أي مشكلة في خط معين ده مش راجع لوزارة الاتصالات، لا ده راجع لي لو في مشكلة في الراوتر زي ما سيادة الوزير أوضح، أو إن في مشكلة تبع الشركة المتعاقد معها على الانترنت، فنحاول إن احنا نتواصل معها لو في أي مشكلة. طيب.